السلام عليكم. حاجات لازم تعرفها وتتعلمها من 3 حاجات: الطائر لا يأتي رزقه في عشه، والأسد لا يقدم له وجبته في عرينه، والنملة لا يقدم لها أكلها في مسكنه. فاطلب وابحث، هم طلبوا وبحثوا فوجدوا. فاطلب تجد، وابحث تجد. معناها اوعى تتكل على حد، ما تستناش حاجة من حد، انت لا يحك جلدك ده الا ظفرك. مش هتقولوا تعالوا النبي اهرش للحتة دي، عاوز تنجح هتنجح، عاوز تعمل هتعمل، لكن مش هتعمل خليك زي ما انت، محلك سر. دي كانت رسالة سريعة اتعلمها من 3 دول: الطائر لا يأتيه رزقه في عشه، الأسد لا يأتيه طعامه ولا يقدم له وجبته في عرينه، والنملة لا يأتيها طعامها في مسكنه. فطلبوا بحثوا وجدوا، اطلب تجد. دي رسالة النهاردة. سلام.